فئه الحلقه من الاخر. ما تخممش برشا، قول وسام. وسام يحيى احسن لاعب في تاريخ تونس. برشا كي هم كلهم برشا لو بهي، اما واحد انا فما اربع خمسه يعجبوني على الاخر. متاثر به انت؟ انا قلت لك فما اربع خمسه اللي ذكرتهم لك قبل حبوني في الكوره. نعرفش شكون الاول، مي باهين برشا اللي هما قلت لك قبيله، فوزي رويسي، عيد الحمروني، بيا، جزيري، عادل السليمي، سكندر سويح، هذوما اللي في البوست نتاعي اللي كنت نحبهم برشا. باهي، لاعب في البطوله التونسيه. اه شكرا جارديان. اه لاعب في البطوله التونسيه قادر ينجح في اوروبا توا. اي والله يلزمني تخمين بخاطر ماكش تبع يوسف، مانيش نتبع برشا الحقيقه. علاش قلت لي مغروم بالكوره و... اي مش مغروم وي، اما فما برشا. شكون اول واحد جي على بالك؟ كشريده. واش دي كشريده؟ آه. باهي. شكون اقرب لاعب ليك؟ واحد بركة برشا راهو معناتها عندي 600 صاحب من الكوره، وفما 100 قراب. اكيد فما واحد قريب لك يوسف. رهيفي. اي من رهيفي مازلت لتوا على قد اي وليد حومه. شكون احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي بالنسبه لي انا ترينيت عند شكون هذوما راهو اسهل نتاع مشاكل. علاش مشاكل؟ والله مدرب يعجبك؟ مدرب يعجبني فادك برشا. اي منذر الكبير في ليكيب ناسيونال ترينت عنده هو ماهر كانزاري، فادوني برشا. والبقية دي زيترونجي مثلا بن شيخه لومير. شكون المدافع اللي كنت تقرا له حساب؟ انت والفورم عاد هكاك، كي تبدا في فورم تقرا حساب حد، كي تبدا هكا مازلت كي راجع ولا كنت مضروب ولا حاجه باش تقرا حساب واحد يخوفك هكا يضرب برشا. يخوف يضرب نقصد. كان نكمل السؤال. يضرب المحايسي وما عادش يلعب. اي ما خلطش عليه، ما عرفتش معاه. اي دونك فماش. قداش اول سالير خذيته؟ 319 في المرسى. واكبر سالير خذيته قداش؟ اي عادي قول لي قداش تخلص تنقول لك. قداش تخلص؟ لا انت قول لي قداش شهريتك تو انا نقول لك. ما يتقارنوش صح. ما يسالش، قلت لك 319 خذيت منها 19 وعطيت 300 الباب معناتها ما. شكون اكثر لاعب خدام؟ خدام يخدم برشا. برشا ترينت معهم يخدموا برشا، زاد نضال سعيد، وسام يحيى، عادل النفزي. لاعب كركار بالعكس. كركار في لونترينمون. وسامه الناس الكل يقولوا وسامه. باهي، ماتش قعدت في بالك ما تنساهش؟ صار واضحه الاجابه ولا؟ اي كلوب بوجرجيس. والبونتو ما تنساهش كيف هذاك ولا فما بونتو اخر؟ ما فما بونتوات احلى ما ذاك ديسيزيف اكثر واحد. بونتو قعدت في بيتك اكثر بونتو ما تنساش. ماركيت مع الكلوب ضد الجيش الرواندي بونتو مزيان برشا. تو نجيك للمزيان، اما نحكي بونتو ديسيزيف الكلوب وجرجيس البونتو الثاني. ومره نلعبوا في سوسه مع الاهلي 0-0 وجات بينالتي ماركيت هنا وفات واحد بلاش، هذاك زاد بونتو ديسيزيف. بونتو مزيان مع الكلوب ضد الجيش الرواندي، ومع المرسى ضد الكلوب العلي بومنيش نص تيران هذاك مع الكلوب انا ضد الجيش الرواندي. كيف هي كوب دافريك خذيتها من السونتر وتريبلت فكرت وصلت. بونتو تمنيت لو كان انت سجلته. بونتو تمنيت لو كان انا سجلته. ما كان لاعب اخر في تونس ولا البرا؟ كي ما تحب البرا. بونتو زيدان نتاع لك الكومبا ليفركوز. شنو الحاجه فيك ما تعجبكش؟ حد شيء. كل شيء به كامل الاوصاف. لا بالديفوات بالكاليتي ديما الحمد لله. شكون احسن لاعب في العالم توا؟ توا اي ميسي. احسن مدرب في العالم؟ غوارديولا. زيدان. سهله في العالم تجاوب فيها صح. في تونس تقعد برشا تي مو تقرا العاطفه وتقرا اصحابك وتقرا برشا حاجات. به انت جاي بل الحوار خامت قلت زعما شنو يسالني؟ لا ما تفرجش فيك برشا مرات تمشي رجلو من بعد تغدر كما نقولوا كيستيون بييج، تبدا انت الشيخ ويبدا الانفيتي كيفاش باش يخرج منه. كانت هذه لوكويز. لوكويز. باهي.